السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع أسعار الدولار اليوم 18/11/2022 في مصر. البنك الأهلي المصري سجل 24 جنيه و42 قرش للشراء، 24 جنيه و27 قرش للبيع. بنك مصر 24 جنيه و42 للشراء، 24 جنيه و47 للبيع. اسكندرية 24 جنيه و45 قرش للشراء، 24 جنيه و52 قرش للبيع. بنك القاهرة 24 جنيه و43 للشراء، 24 جنيه و50 قرش للبيع. بنك التجاري الدولي 24 جنيه و46 قرش للشراء، 24 جنيه و52 قرش للبيع. قناة السويس 24 جنيه و42 للشراء، 24 جنيه و52 قرش للبيع. كريدي إجريكول 42 قرش أيضا، يعني 24 و42 قرش أيضا لجريدي إجريكول، و 24 جنيه و52 أيضا للبيع اللي هو زي قناة السويس. مصرف أبو ظبي الإسلامي 24 جنيه و48 للشراء، 24 جنيه و51 للبيع. وبنك البركة أيضا 24 جنيه و42 للشراء، 24 جنيه و52 للبيع. يبقى كده هو الزيادة دي في ال 52 قرش يا جماعة اللي هم في الايه في البيع. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.